السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مصطفى عطية، والنهاردة في هذا الفيديو هنتحدث حول كيفية معرفة حقوقك في بيئة العمل في حالة ان هو كان هناك نوع من انواع القرار بالفصل من عملك او وجود رغبتك في انهاء العمل. كتير جدا بيستفسر انا قررت ان انا اخرج من العمل، اقدم استقالتي، او ان المدير قرر انه يفصلني من العمل، ماذا افعل حتى استطيع ان يكون لدي نوع من انواع الاهتمام والتركيز على هذا الأمر، وما هو الذي ينص عليه القانون. هنلاحظ أن القانون المادة 71 من قانون العمل بتنص على أنه يجب على العامل، أن المدير أو جهة العمل ملزمة بأنها تؤدي الحقوق التي توجد على العامل، مستحقاته كاملة يجب أن أنت يتم تسليمها للعامل. والحين القانون لا يفصل العديد من الأمور، ولكن هتلاحظ هنا أن هذا الأمر بيؤدي إلى وجود إطار عام يمكنك أن أنت تلعب. واحدة من ضمن هذه الأمور هي فكرة وجود رصيدك من الأجازات. كتير جدا بيكون لديه رصيد من الأجازات، في بعض المنشآت بيكون رصيد الأجازات مترحل، يعني بيترحل من سنة إلى أخرى. أنا بقالي 5 سنوات في السنة اللي فاتت أو 5 أيام، 5 أيام دول هينتقلوا لي إلى السنة الأخرى وهكذا. تلاحظ بأن هذه المنشأة بترحل رصيد اجازاتك. هذا الرصيد لو انت قررت ان انت تنهي العمل من المفترض ان يتم دفعه في مقابل مادي. ايضا في حالة انها كانت منشأة لا ترحل الاجازات، فانت تعرف كده ان انت العقد بتاعك يجب ان انت تخلص اجازاتك في خلال السنة، ولو بقالك اي رصيد اجازات لن يترحل في السنة القادمة. ايضا من النقاط المهمة انه يجب ان يكون لديهم نوع من انواع اختيار الموظف بقرار الفصل من العمل قبل صدوره ب3 اشهر، وذلك حتى يكون للموظف الفرصة الكافية في البحث عن عمل اخر. وهذا الامر للأسف كتير جدا لا يتم تطبيقه، ولكن القانون بينص على هذا الأمر حتى يستطيع العامل ان هو يكون لديه نوع من انواع الفرصة للتقديم لعمل اخر في مكان اخر. ايضا من النقاط المهمة انه يكون لديه نوع من انواع الحق في الحصول على راتب شهرين عن كل سنة قضاها في الخدمة. يعني انا لو قضيت في السنة 5 سنوات في هذه الشركة وتلاحظ بان مرتبي والنقل 2000 جنيه، اذا انت مستحق ليك عن كل سنة 4000 جنيه، 4 × 5، يعني انت مستحق ليك 20000 جنيه في نهاية ال5 سنوات دول، وده حق ليك. للأسف كتير ايضا من المؤسسات لا تقوم بتقديمه، ولذلك هتلاحظ هنا بان هذه الحقوق ايضا بترتب عليها العديد من الواجبات، زي ان يكون لديك نوع من انواع الاهتمام بتقديم الخدمات، ان يكون لديك اهتمام بنوع من انواع تسليم كافة متطلبات العمل إلى جهة العمل. لو كان في لابتوب، لو كان في جهزة معينة بتستخدمها يجب أنك تسلمها، كل هذه الأمور يجب أن أنت تسلمها إلى جهة العمل. كذلك هتلاحظ هنا أن من المهم أن يكون لديك نوع من أنواع الاهتمام بأن يكون العلاقة جيدة مع صاحب العمل لأقصى مدة ممكنة، نظرا لأنها لديها تأثير كبير على سلوكك في السوق. لكن في حالة أن أنت وصلت علاقتك بهذه المؤسسة لطريق صعب، من المهم جدا أن يكون لديك نسخة أصلية من العقد اللي انت مضيت عليه في جهة العمل. هذا العقد بيتكون من 3 نسخ أصلية انت بتمضي عليها، بتاخد نسخة وهم بياخدوا نسخة، ومفروض في نسخة بتكون وسط. هذه ال3 نسخ انت المفروض بيكون معاك نسخة أصلية، هذا الأمر يجب أن يتم أخذه في الاعتبار. كذلك من النقاط المهمة اللي برجحها على المستوى الشخصي، أن يكون لديك اهتمام بأن يكون لديك نوع من أنواع التعامل المباشر معهم، تطلب منهم أن يكون لديهم نوع من أنواع التفاوض حول هذا الأمر، لا تلجأ إلى العنف أو اللجوء إلى الإساءة في الأول، لا، حاول أنت في البداية يكون معك تعامل جيد معهم، حاول أنك تحافظ على العلاقة الطيبة معهم بقدر الإمكان. كذلك من النقاط المهمة التي يجب أن يتم أخذها في الاعتبار، أن يكون لديك نوع من أنواع التركيز على وجود فكرة مكتب العمل. يجب أن أنت في حالة أن انسدت الطرق للحصول على مستحقاتك أن أنت تشتكيهم لمكتب العمل، هذا الإجراء فعال للغاية. للأسف كتير لا يأخذوا هذا الأمر، حاول أنت تقدم شكوى في جهة العمل. وكذلك في حالة أن الفرص كلها انسدت أمامك، حاول أن أنت تلجأ إلى القانون، وإن كنت لا أفضل هذا الأمر نظرا أنه بيتكلف عليه تكاليف مالية ضخمة، وأيضا الاتجاه ومدة هذا الأمر في الغالب بتكون طويلة للغاية، وده هيؤدي إلى وجود العديد من الأمور للأسف لن تكون في صالحك على المدى البعيد. في النهاية تلاحظ أن بيئة العمل في الوقت
الوقت الحالي خاصة في الدول العربية للأسف لا تحكمها العديد من القوانين. نعم هناك قوانين ولكن للأسف أغلبيتها لصالح جهة العمل، وللأسف كتير جدا غير بيكون لديه القدرة على الاستمرار في النزاع أو طلب الحق لجهة العمل للحصول على مستحقاته. ولكن من المهم جدا أنك تعرف حقوقك وواجباتك، ومن المهم جدا أنك تقرأ العقد جيدا قبل ما تمضي عليه عقد العمل حتى تستطيع أن أنت تعرف بأنك لديك مستحقات ولديك حقوق وواجبات. وأيضا قرار الاستقالة يجب أن أنت يكون لديك نوع من أنواع القراءة ليه جيدا حتى لا يمضيك على شيء يكون لديه العديد من العواقب السيئة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. لا تنسوا الاشتراك في القناة، ولا تنسوا في حالة وجود أي استفسارات شرفنا رد عليها في التعليقات على الصفحة الرسمية على الفيسبوك مصطفى عطية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.